كنا بنتكلم امبارح على تصريحات وزير التعليم العالي اللي قال فيها انه القاعدة المعمول بها دوليا هي 10%، اضرب في 10%. وانا قلت له اتحداك يكون عندك علم بالمسألة دي. معرفش يا معانا الخبر بتاعه امبارح ولا لا، لكن الفيديو اللي عرضناه النهاردة في استاذة جامعية هي الدكتورة ميسة شرف الدين بتقول يا جماعة اضرب في 20. هنضرب في 10 ولا هنضرب في 20 يا جماعة بتوع الصحة؟ الست بتقول لك لا نضرب في 20، اصابات كورونا تشهد ارتفاعا كبيرا، وعندنا فيديو بالكلام ده. اتفضل. بره النطاق ده فهي اكتر، واحصائيا حسب ما منظمة الصحة العالمية بنضرب في 20، وبنعمل تقديري عدد الحالات الفعليه اللي موجوده، يعني نعم. لو الوزاره اعلنت رقم نضربه في 20 فهو ده اللي موجود بالفعل، نعم. ويمكن كلنا نلاحظ في حياتنا اليوميه دلوقتي اصبحت الاصابه عائلات ليست افراد. اما الحالات اللي بتتشخص بره النطاق ده فهي اكتر، واحصائيا حسب ما منظمه الصحه العالميه بنضرب في 20، وبنعمل تقديري عدد الحالات الفعلية اللي موجودة، يعني نعم. لو الوزارة أعلنت رقم نضربه في 20 فهو ده اللي موجود بالفعل، نعم. ويمكن كلنا نلاحظ في حياتنا اليومية دلوقتي أصبحت الإصابة عائلات ليست أفراد. أما الحالات اللي بتتشخص بره النطاق ده فهي أكتر، وإحصائيا حسب ما المنظمة. طيب اضرب في 20، كنا امبارح اضرب في 10، النهارده اضرب في 20، بكره اضرب في 30، بكره السيسي يقول لك خير بتمالطه. نعمل ايه يا جماعه؟ نروح فين يا جماعه؟ اقول يمين واروح لمين يا جماعه؟ الصراحه الشديده اللي نزلت على الوزيره وحتى عوض تاج الدين قال لك وصلنا لذروه الموجه الثانيه من كورونا وارقام الاصابات غير واقعيه. انتوا بتكدبونا احنا ولا بتكدبوا نفسكم؟ يعني انت بتعاوز تصحح على نفسك؟ يعني انت لما تبقى مستشار السيسي وتقول الارقام غير واقعيه بتكلمني انا ولا بتكلم السيسي ولا بتكلم وزاره الصحه ولا بتكلم ام لالي؟ هو مين اللي اخترع الارقام اللي انت قلته ما فيش عندنا؟ مين يا معلم؟ ما تقول لي انت، يعني قول لي مين اللي قال ان الارقام صحيحه؟ احنا بنقول لك الارقام غير صحيحه، طلعت كلاب السكك تهاجمنا. الارقام اللي احنا قلناها، احنا ما قلناش ارقام، قلنا الارقام اللي انت قلتوها دي مش صحيح، طلع ان احنا اللي قلناه صح. انتم قلتم من ارقام صحيحه، انا اقول لك مش صحيح. بعد سنه بالظبط تقريبا جاي تقول لي الارقام بتاعتنا غير صحيحه. اصل من انهي بنك؟ بنك معلش قفل من زمان. بنك سامحني سوري قفل من زمان، دي ارواح ناس. والست ميسة بتقول لك اضرب في 20، بقى خايف الدكتوره ابتهال بكره تقول لك اضرب في 40. لحد ما يطلع السيسي يوم الجمعه ان شاء الله وهو بيحتفل براس السنه في وسط الناس حبايبه بدون كمام كده قولوا امين، يقول لك لا احنا عندنا ملايين. دوله زي تركيا اللي احنا فيها دي قال لك عندنا 2 مليون دلوقتي، خلاص احنا ماشي خلاص. كان عندنا من اسبوع 10 ايام كام؟ 30,000، النهارده 14,000. الوزير امبارح كان بيقول يا جماعه الستاندرد العلمي بيقول 10 اضعاف، هفكرك بيه لانه قاله امبارح. اتفضل. لكن المتوقع طبقا للارقام المعلنه او حتى الارقام الافتراضيه، لان زي ما حضرتك بتعرف ان الارقام المعلنه هي الارقام اللي بيتم التعامل معها من داخل المستشفيات، ولكن ليست هي الارقام اللي احنا كلنا رصدينها، وده شيء في العالم كله معروف ان يبقى بنتكلم على 10 اضعاف او يمكن اكثر شويه، وده شيء مفهوم ان احنا لازم نعمل الحساب الافتراضي على هذا الوضع. ولكن يعني ايه يا عم 10% او اكتر شويه؟ زودها والنبي بتعريف حلاوه، يديني 10 جرام زياده، مفيش كده يا جماعه. طلعت ميسه النهارده الدكتوره ميسه وقالت لك 20%، انا بقول لك على الجمعه السبت هقول لك يا جماعه بصراحه اضرب فيه 100%، مش 10 اضعاف اسف، لا 20%، 20 ضعف يقصد، تقصد ايه 20 ضعف؟ لا هيقول لك 100 ضعف، يعني لو عندك النهارده 12,000 هيبقوا 12 مليون. على طول كده، ده نضرب فيه المية هيطلع ب 12 مليون، مش مليون واتنين من عشرة،
دولة تركيا قالت لك احنا ما عندناش حل، احنا يا جماعة الفيروس في المرحلة دي عالي وبنعمل الفحوصات، واللي عنده بوزيتيف هيبقى معدود عندنا وبنعمل بالعداد، وعندنا 2 مليون وحوالي 2.1 او حاجة زي كده. بس اخر الارقام في اخر مرحلة كان من اسبوعين كان البيك حوالي 35 الف حالة في اليوم، النهاردة او امبارح انا بالليل مراجع كان حوالي 14 الف وشوية، فبتنزل. بريطانيا فتحت على الرابع النهاردة 15 الف في تركيا، والاجمالي 2 مليون واظن 2.1 او حاجة زي كده، هيبقى حاجة زي كده او 6.1 مش فاكر.